خلاص تطبيق القرارات هذه، تايم فريم عشان احل المشكله هذه. احنا الجلسه الاولى كانت الحديث حق الدكتور عبد الله دحلان كان عن مشكله الاسكان في المملكه، وتحدث بوضوح وجلاء وشفافيه. ويعني هذا مع تعودنا عليه خادم الحرمين الشريفين. الموضوع انه لازم يكون في حل مشكله النقص في الاراضي، توفير الاراضي سواء عن طريق استعاده الدوله لبعض المنح الكبيره التي لم يستطع اصحابها الى اليوم استغلال هذه الاراضي في التطوير، لأنها قاعدة ما بتسوي شيء، جالسه وجالسه ترتفع اسعارها، بس هذا اللي نعرفه بالضبط. فيجب ان تجد الدوله ميكانيكيات، اساليب لدفع هؤلاء اصحاب هذه الاراضي، اما لبيعها او انه يكون في عندك طريقه تخليه يشعر انه هو هذه الارض اللي جالس عليها يعني اعطيت له منحه للتطوير ولم تعطى منحه لتعطيل المجتمع. فعليا يعني الدوله ادتك هي منحه عشان تفيد الناس. يعني انا دكتور في جامعه الملك عبد العزيز اقول لك بصراحه لا استطيع ان ابني بيتي. ايش السبب؟ قيمه الارض. على اي حال كان معنا في المؤتمر ايضا الافوردبل هاوسنج انستيتيوت، معهد الاسكان المرخص او المعقول. ايوه. وهذا المعهد من الولايات المتحده حيكون بيننا وبينه اجتماع على اساس يدينا معلومات اكثر حول ما هي عناصر الاسكان محدود القيمه، يعني ما هي العناصر حقت الاسكان الملائم وفي نفس الوقت محدود التكلفه. لكن في النهايه قضيه الارض اللي ذكرها الدكتور عبد الله اليوم الصباح هي بيت القصيد. تحدث عن مشكلتين، مشكله النقص في الاراضي واذا لازم نعيش في الهواء معناه احنا اخرتها، والمشكله الثانيه مشكله توفير التمويل. توفير التمويل يبدو انه مع قضيه الرهن العقاري الان يعني في حل جزئي لها، ممكن تتحرك البنوك في دعم الناس اللي يبغوا اسكان، لكن قضيه الاراضي هي القضيه الحساسه، القضيه الاساسيه التي يجب يعني احنا يعني اليوم نؤكد انه ضروري يجب حلها قبل ان نستطيع ان نحل مشكله الاسكان. يعني بكل صراحه وزاره الاسكان انشئت لهذا الغرض، لكن لازم نوفر لهم فريق عمل متكامل من كافه الوزارات بحيث يتم استعاده بعض المنح الكبيرة في وسط المدينة بالذات، مو بس كذا يعني في الرياض أو في جدة أو في المنطقة الشرقية، المدن التنافسية بشكل عام. دكتور أنت دوبك يعني قلت كلمة، دكتور كان بيقول إنه أنا دكتور في جامعة الملك عبد العزيز وإلى الآن ما اشتريت أرض. طب إيش تقول يعني؟ هذا بخليني أتشجع وأسألك إنه طب بالنسبة للشباب اللي هو يتراوح مرتب ولسه خريج جامعة 7000 8000، هذا الإنسان ما حنقول كيف حيشتري بيت طبيعي، هذا يجي كيف يسكن؟ كيف يأجر؟ الحل من سنغافورة يتحدث عن ما يسمى بالبابليك هاوسينج، الإسكان العام. الإسكان العام نحن نتحدث عن إمكانية 82% الإحصاءات اللي في سنغافورة، 82% من سكان سنغافورة يقيموا في إسكان عام. فإذا الإسكان عام يعني عام يعني الدولة، يعني الدولة تقوم بتوفير سكن للشباب. للشباب، لكن ما نقدر ننظر فقط لقصة السكن، هي هذه الإشكالية اللي يعني المشكلة الأساسية الأراضي عشان أحل مشكلة السكن. أول مرة أحل مشكلة الأراضي، ولكن كمان لما أبدأ أحل مشكلة الأراضي لازم أفكر بنتورك، بأسلوب الشبكة. يعني أنا ما أفكر فقط في أدبر الأرض، لكن الأرض هذه يجب أن تكون فيها خدمات كافية. أنا مثلا عندي ما أنا ولله الحمد عندي منحة في منطقة اسمها عسفان، لكن ما فيش خدمات، صح، ما وصلت عسفان. الخدمات ما وصلت، الماء ما وصل، كذا. ففي إشكالية أنه أحيانا المنح تعطى لذوي الدخل المحدود خلينا نسميهم، ولكن يعطوا في أماكن بدون ما يكون فيها خدمات كافية، يعني غير مخدومة، ما فيش ماء، ما في كهرباء. دكتور صادق، نعم. قبل ما أختم معك، تايم فريم قديش حتحل المشكلة هذه؟ تايم فريم كله يعتمد على أنه صاحب القرار في المملكة وخادم الحرمين على يعني توقعاتك، يعني هو يشعر بمأساة أكيد نقص السكن في بلدنا، اللي احنا نتجاوز 60% من الناس لا يملكوا مساكنهم فعلا. في إحصاءات رسمية بتقول 35%، لكن الحقيقة الإحصاءات الحقيقية تتحدث عن حوالي 60% لا يملكوا السكن حقهم. هؤلاء الذين لا يملكون السكن حقتهم يحتاجوا إلى أرض، إذا لم نستطع توفير الأرض لن نستطيع. 95% في سنغافورة عندهم، لا 82% يسكنوا في ملك، في بابليك هاوسينج، مو بس ملك، بابليك هاوسينج يعني مساكن توفرها الدوله. 82% من مدينه سنغافوره، من سنغافوره يسكنوا في بابليك هاوسينج، في بيوت. لاحظ انه سنغافوره ارض، قطعه ارض صغيره جدا مقارنه بالمملكه، يعني اكثر شيء متوفر في بلدنا لو تيجي تسوي ما يسوي. المملكه شبه قاره، شبه قاره هو الارض في الواقع. والحقيقه الضرر الاساسي علينا اليوم
اللي بيعيق عملية إسكان الناس وسكني أنا وإنت في أماكن نملكها على الأقل ونشعر بأنه إحنا نستطيع ننمي جيلنا وأولادنا في مكان صحيح هو النقص في الأرض. فالحقيقة كل موضوع المؤتمر يدور حول حل والزمن اللي أنت ذكرته، متى نستطيع أن نحل مشكلة النقص في الأراضي في بلدنا؟ إن شاء الله. دكتور صادق المالكي أشكرك على وجودك معنا وعلى المعلومات القوية، أستاذ مشارك في النظمة السياسية المقارنة. راح نطلع فاصل ونرجع لكم ثاني بنكمل حديثنا في منتدى جدة الاقتصادي بعنوان الإسكان. مزيد من الحوار المباشر بعد الفاصل. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية شارك وكن شاهداً على الرؤية المستقبلية للإسكان من 16 إلى 18 من مارس الموافق من 4 إلى 6 من جماد الأول في منتدى جدة الاقتصادي الإسكان والنمو السكاني فندق هيلتون جدة، فقط وحصرياً على قناة ديوان. هو توفير للطاقة وحياة أجمل ببساطة، ويعني حلول متكاملة بتصير بطريقة عصرية. هذه اتجاه عالمي يعني المستقبل، لأنه الطاقة هي مشكلة العالم، فأتوقع أنه لازم يكون الاتجاه في المجال هذا قوي حتى عند تصميم المساكن. ليش أقول مجمعات سكنية؟ لأنه يكون فيها تخطيط وفيها تقنية عالية وفيها برضو تصميم وأفكار جديدة للمستقبل. والله هذه المساكن توفر أشياء كثيرة مالية وأيضا توفر طاقة. والله دائما وابدا التقنيه شكلها ايجابي، سواء من حيث المسكن او من حيث المركب او من حيث الملبس أو والله ان الان خلينا الان نجهز المساكن العاديه اول، وبعدين نفكر في المباني الذكيه اللي هي رئيسيا تركز على توفير الطاقه واستخدام المواد البناء اللي هي صديقه للبيئه. تابعوا معنا تغطيه مباشره لمنتدى جده الاقتصادي في الأوقات التالية: السبت من 8 مساء وحتى 10:30 ليلا، الأحد من 1 ظهرا وحتى 6:30 مساء، الاثنين من 1 ظهرا وحتى 6:30 مساء. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية تابعونا الآن تغطية حية ومباشرة لمنتدى جدة الاقتصادي 2013. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد، تغطيتنا للبث الحي المباشر لثاني يوم من فعاليات المنتدى الاقتصادي بمدينة جدة والذي خصص عنوانه هذا العام بعنوان الإسكان. معنا في الاستديو الأستاذ فهد أبو النصر الرئيس التنفيذي لمجموعة الأغر، أهلا وسهلا فيك. أستاذ فهد، مجموعتكم يعني هي عبارة عن حاوية فكرية تمثل حلقة وصل ما بين الشباب وما بين أصحاب القرار. تواجدكم هذا العام ووضع الاستراتيجية لجلسة الحوار ما بين الشباب وما بين أصحاب القرار، كيف تمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا إحنا مجموعة الأغر حاوية فكرية غير ربحية أو مركز دراسات غير ربحي، اللي هو النموذج اللي يعرف في الغرب بالثينك تانكس، وهذه دائما تكون يعني بيوت خبرة تقدم الدراسات والبدائل أو الخيارات الاستراتيجية لصناع القرار، وتكون دائما غير مرتبطة بأي جهة حكومية أو جهة في القطاع الخاص. مجموعة الأغر دائما حريصة على تطوير استراتيجيات ومبادرات تساهم في تحول الاقتصاد والمجتمع في المملكة لاقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة. وكان لنا الشرف ان احنا عملنا على العديد من الاستراتيجيات التنمويه، منها استراتيجيه تحول المملكه العربيه السعوديه لمجتمع معرفي، واستراتيجيه تطوير منطقه مكه المكرمه، واستراتيجيه بناء منظومه ابتكار وطنيه في المملكه.
طبعا اذا ما تكلمنا عن الاقتصاد والمجتمع المعرفي فالشباب هم الركيزه التي تبنى عليهم هذه المنظومه. من هذا المنطلق قبل حوالي سنتين عملنا في مجموعه الاغر على مشروع سميناه الحاويه الفكريه الشبابيه، وكان الغرض الرئيسي منه ان احنا نكون حلقه وصل ما بين الشباب وما بين صناع القرار لتبادل الاراء حول الوصول للاقتصاد والمجتمع المعرفي. قمنا بانتقاء حوالي 10 سيدات و10 شباب او 10 شابات و10 شبان بين الفئه العمريه ما بين 18 الى 28 سنه، من اللي هم نشطين في المجال شبكات التواصل الاجتماعي ونشطين في العمل الاجتماعي بصفه عامه، وعقدنا عده لقاءات بحثيه او عده جلسات عصف ذهني ما بين هؤلاء الشباب ومختلف صناع القرار لتبادل الآراء حول مسائل مختلفة، منها التعليم في المملكة، منها التوظيف والعمل في المملكة، وصراحة لقينا تجاوب جيد سواء كان من قبل الشباب أو من المسؤولين. طيب سيد فهد، هل مهمتكم تنتهي بمجرد عقد اللقاء، أو هل من مهمتكم متابعة يعني الإنجازات على أرض الواقع والأمور المثمرة بعد لقاء الشباب بصناع القرار؟ نعم طبعا، احنا كنا مركز أبحاث فلا ندخل في عملية التنفيذ، حيز التنفيذ ليس من اختصاصنا، ولكن ما يرفع من توصيات من هؤلاء الشباب أو من أي توصيات تقوم بها مجموعة الأغر طبعا يتم متابعتها مع الجهات اللي بتنفذها لإيضاح بعض الأمور والمتابعة كيفية سير عمل هذه الاستراتيجيات. جميل. طيب سيد فهد، حدثنا أكثر عن جلسة هذا المنتدى، كيف تم اختيار الشباب؟ كم عددهم؟ ما هي فئاتهم العمرية وخلفياتهم الثقافية؟ طيب حيكون معنا بكرة إن شاء الله في جلسة الحوار مع سمو الأمير خالد الفيصل 8 من الشباب والشابات، برضو تتراوح الفئة العمرية ما بين سن 18 إلى 28 سنة، وحيطرحوا مبادرات أو أطر عامة لحلول قد تؤخذ في الاعتبار لمشاكل الإسكان الموجودة اليوم في المملكة. حيطرحوا موضوع العشوائيات وكيفية التعامل معها، حيطرحوا مسألة الاستدامة البيئية في الكود المعماري. اسمح لي أتوقفك عند العشوائيات، هل حرصتوا أنه يكون موجودين شباب وفتيات من أماكن العشوائيات؟ يعني هم أكثر ناس يمثلوا مشكلتهم الحقيقية. نعم، هو صراحة الشاب اللي هيطرح قضية العشوائيات بكرة هو أحد الشباب اللي قاموا بزيارة للبرازيل واطلعوا على التجربة البرازيلية في التعامل مع العشوائيات، فهو يطرح منظور التجربة البرازيلية وكيفية ممكن الاستفادة منها في المملكة للتعامل مع العشوائيات. جميل. والفتيات إيش خلفياتهم الثقافية؟ والله في بعضهم جامعيات من جامعة عفت، في أحد الأخوات الأخت نورة منصوري هي تعمل في شركة تقوم بالتزويد بالطاقة المتجددة، وهذه تتكلم عن البناء الأخضر أو الاستدامة البيئية في البناء. يعني حريصين أنه يكون في نماذج مختلفة لشرائح مختلفة من المجتمع. نعم نعم. طيب هل في توثيق للجلسة ما يحصل في الجلسة بحيث أنه يتم تعزيز الإيجابيات تفادي السلبيات في أي جلسة مستقبلية؟ ما في شك، وصراحة إحنا يعني كنا التصور اللي عندنا أنه جلسة بكرة تكون انطلاقة إن شاء الله، إحنا حابين نطلق مشروع الحاوية الفكرية الشبابية في نسخته الثانية، ويكون التركيز منه حول مشكلة الإسكان. الكل يعلم أنه مشكلة الإسكان هي هامة جدا بالنسبة للشباب وخريجين التخرج، فما في يمكن أحد يقدر يطرح هذه المشكلة بحلول مبتكرة قد الشباب نفسهم، فقلنا الشباب اللي هيتكلموا بكرة أو هيناقشوا سمو الأمير خالد بكرة هيكونوا هم النواة للحاوية الفكرية في نسختها القادمة، وهنحاول إن احنا نوصلهم مع مختلف صناع القرار خلال الستة شهور القادمة اللي هم لهم مجال في مسألة الإسكان. جميل. خلينا ننتقل لضيفنا الثاني في الاستديو، الأستاذ عبد العزيز طربزوني، مدير جلسة حوار الشباب مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وهو زميل في قناة العربية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حضرتك توقعاتك لأبرز المواضيع اللي ممكن أنه تطرح اليوم ويناقشها الشباب مع صاحب السمو الملكي؟ والله يعني الهدف أنه الجلسة تناقش جميع هموم الشباب فيما يتعلق بقضية السكن، سواء كان ذلك من تكلفة السكن المرتفعة أو الحصول على سكن مناسب في منطقة مناسبة، فهذه القضايا كلها سيتم مناقشتها كما ذكر الأستاذ فهد. إضافة إلى ذلك سيقوم الشباب حتى بمناقشة الهوية العمرانية للمدن وبعض الحلول المبتكرة لأزمة الإسكان. يعني الهدف لن يكون أن الشاب يطرح همومه أمام سمو الأمير، ولكن أن يطرح كذلك حلول
لهذه المشاكل اللي يستطيع أن يحصل من خلال هذه الجلسة على توجيه أمير منطقة مكة بكيفية تنفيذ هذه الحلول المبتكرة على أرض الواقع. هل من الضروري تكون الأسئلة واضحة ومكتوبة والمداخلات والمبادرات قبل موعد بدء الجلسة، أو هل مفتوح باب الارتجال أو يعني طرح الأسئلة بطريقة عشوائية؟ والله هو لابد من التنظيم، لأنه في وجود الأمير خالد كثير من الناس يود أن يسأل عن مواضيع مختلفة. صحيح. قد تخرج من دائرة موضوع المنتدى، فإحنا سنحرص أن الأسئلة تكون متركزة على أزمة السكن وعلى قضايا الإسكان، وأن لا تتفرع بشكل كبير حتى يمكن أننا نحتوي الموضوع في الجلسة. صحيح. هل في تواصل أثناء وقت الجلسة ما بين حضرتكم وما بين السيد فهد أبو النصر في مراجعة استراتيجيات معينة تم وضعها بحيث لا يتم الخروج عنها، أو هل انتهى الدور وأصبح في الكرة في ملعبكم؟ لا الكرة كلها في ملعب الشباب، يعني ما ودي أخذها من السيد فهد، لكن هي كذلك، هي يعني هم جابوا الشباب ثقة فيهم، والأمير خالد حريص دائما على أنه يتحاور مع الشباب حتى في بيته الخاص، يعني عنده مجلس أسبوعي للشباب، فلذلك هذه منصة للشباب أنهم يطرحوا همومهم، وهذا تأكيد على مصداقية مجموعة الأغر، أنهم يعني لم يكن هناك شخص غير شاب في الحوار مع الأمير خالد الفيصل. صحيح. رح نطلع نشاهد تقرير عن مجموعة الأغر الدولية ونتابع استضافتنا من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا احنا مجموعة الأغر حاوية فكرية غير ربحية مستقلة، أو مركز دراسات غير ربحي مستقل، نقوم بتزويد صناع القرار في المملكة العربية السعودية بخيارات ومبادرات استراتيجية تساهم في تحول الاقتصاد والمجتمع في المملكة إلى اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة. وطبعا إذا ما تكلمنا عن المجتمع المعرفي والوصول إليه، الكل يعرف أننا نحتاج العديد من المبادرات في المجال الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى هذا الهدف التنموي. فإذا ما تكلمنا عن تحول الاقتصاد والمجتمع في المملكة إلى الاقتصاد والمجتمع القائمين على المعرفة، فهناك العديد من المبادرات التنموية اللي ممكن تؤخذ في هذا الاعتبار. فعلى سبيل المثال، إذا ما تكلمنا في الشق الاقتصادي، هناك تنويع مصادر الدخل في المملكة إذا ما تكلمنا عن الشق الاقتصادي في الوصول للمجتمع المعرفي، فهناك مبادرات ممكن تؤخذ في الاعتبار لتقليل اعتمادنا على البترول وتنويع مصادر الدخل. أيضا هناك أيضا شق تنمية الموارد البشرية وتهيئتها في المملكة للوصول إلى الاقتصاد والمجتمع المعرفي، وهذا طبعا يتطلب العديد من المبادرات في تطوير منظومتنا التعليمية. طبعا احنا في مجموعة الأغر منهجياتنا دائما تعتمد ان احنا اي دراسة او استراتيجية نقوم باعدادها نشرك الجهات ذات العلاقة فيها والمختصين والخبراء المتواجدين في المملكة، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية الاخرى اللي ممكن ان احنا نتعاون معها. وطبعا اذا ما تكلمنا عن الوصول الى الاقتصاد والمجتمع المعرفي، فكلنا نعرف انه اللي هيحمل هذه الراية هم الشباب، وهم املنا للمستقبل والغد. فمن هذا المنطلق كان تركيزنا في مجموعة الأغر على الشباب وإشراكهم معنا في كل الدراسات اللي بنقوم بيها، ومن هنا كانت صراحة بداية فكرة الحاوية الفكرية الشبابية اللي بدأنا العمل عليها منذ قبل حوالي سنتين من الآن. أول دورة للحاوية الفكرية من مجموعة الأغر كانت خلال العام الماضي من عام 2011 لعام 2012. موضوع الحاوية الأولى
لمجموعة الأغر كانت تهتم بدور القطاعات الرئيسية في تنمية المجتمع المعرفي. القطاعات الرئيسية من العمل، من الحوار، من المدن الاقتصادية وغيرها من القطاعات ذات العلاقة فيما يخص موضوع المجتمع المعرفي. شارك في هذه الدورة حوالي 20 شاب وشابة، تم ترشيحهم من المدارس والجامعات وغيرها من الجهات المختلفة. ركزنا أنه يكون الشباب المشاركين في الحاوية الأولى عندهم القدرة على العطاء، عندهم الرغبة في الالتزام والعمل، عندهم إحساس بالمسؤولية ورغبة في بناء مبادرات وأفكار ومشاريع تدعم وتحل من القضايا اللي بتواجه المنطقة والبلد. أهداف الحاوية الفكرية أهداف متعددة، من أهمها أول هدف تعريف الشباب بدورهم في صناعة حلول للقضايا اللي بنعيش فيها في المجتمع من 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 نواحي مختلفة ومنها المجتمع المعرفي. ثانياً إنه يكون جسر بين الشباب وبين المسؤولين صناع القرار، فالشباب هم اللي بيصنعوا المبادرات والأفكار هذه ويعني يعطوها لصناع القرار، فالأغار هو جسر بين الشباب وصناع القرار. وتهيئة الشباب على تفكير استراتيجي، على تفكير خارج الصندوق، على التفكير الذي يؤدي إلى حلول من شأنها إنها ترفع بمستوى الشباب والوطن. ختام الحاوية الفكرية كان تقرير أعده الشباب مفصل فيه كل الأفكار والمبادرات الاستراتيجية اللي خرج بها الشباب من خلاصة خبرتهم خلال عام وتسليمها إلى الجهات والمسؤولين ذات علاقة. معايير الاختيار في العام الحالي كانت مشابهة جداً لمعايير الاختيار في العام الماضي. الاختلاف الوحيد كان أنه الجهات اللي أشركناها بترشيح الشباب كان عندهم اهتمام أكبر في موضوع الإسكان. بالنسبة لآلية الاختيار كانت أيضاً مشابهة جداً للعام الماضي. الفرق الوحيد كان أنه اشترطنا لكل شاب أو شابة أن يكون عندهم مبادرة أو دراسة قاموا بيها تهدف لحل إحدى مشاكل الإسكان. وقد قمنا بالتحاور مع الشباب المرشحين للنظر في مدى إمكانية تفعيل هذه المبادرات وتطبيقها على أرض الواقع. المواضيع اللي حيتم طرحها خلال الجلسة هي الهوية العمرانية، الاستدامة البيئية ومراكز الأحياء، ذوي التحديات الخاصة، خفض أسعار الإيجار، المدن المعرفية والعشوائيات. اللقاء مع سمو الأمير خالد الفيصل سيكون نقطة لانطلاق مشروع الحاوية الفكرية للشباب للعام الحالي، وسيلي اللقاء العديد من الجلسات مع الجهات ذات العلاقة والمسؤولين المختصين في الإسكان للنظر في مدى إمكانية تفعيل المبادرات والطموحات التي تقدموا بها الشباب. أنا كأحد الشباب العاملين في مجموعة الأغر حبيت أتكلم عن اهتمام مجموعة الأغر بالشباب واهتمام الشباب بالعمل مع مجموعة الأغر. فكان اهتمام مجموعة الأغر بالعمل مع الشباب في إشراكهم في عدة مشاريع وإشراكهم في ورش العمل وإشراكهم بضبطهم بأصحاب القرار، فكانت الفئة العمرية من الشباب المشاركة مع مجموعة الأغر فئة صغيرة، كانت تبدأ من 18 سنة ل 28 سنة. فلاحظنا أنه كان في جهد كبير وكان في التزام، كان في آراء ما كنا نتوقعها أنه موجودة في الشباب، وكان في طموح منهم، كان في إصرار على الوصول إلى الشيء اللي هم المبادرات اللي هم كانوا بيحاولوا أنهم يوصلوها وما كانوا لاقين القناة. فحبوا مجموعة الأغر في هذا الأساس أنه كانت فتحت لهم أبواب وقنوات تواصل مع صناع القرار، كان أنه توصل لهم الصوت، توصل مبادراتهم، توصل الطموحات اللي هم كانوا ويبغوا يوصلوا ليها. المشاريع الجديدة كانت من الشباب وإلى الشباب، فأشركتهم مجموعة الأغر في اللجنة التوجيهية للمشروع وفي تصميم وإدارة المشروع ككل. دائماً أبواب مجموعة الأغر مفتوحة للشباب الذي لديه مبادرات تسعى إلى الوصول إلى مجتمع معرفي.
العودة من جديد لضيوفنا في الاستديو بعد ما شاهدنا هذا التقرير، عودة لسيد عبد العزيز طرابزوني مدير جلسة الحوار. أستاذ عبد العزيز، شاهدنا في التقرير كان العنصر الرجالي هو الطاغي أو هو المسيطر بشكل عام، هل هذه الروح ستكون موجودة في جلسة الحوار أم هل في آلية معينة أنه يسأل سؤال من السيدات وسؤال من الرجال؟ هو حتى في الجلسة نفسها في عدد من السيدات من الشابات مشاركين بأفكار قد تتفوق حتى على أفكار الشباب الموجودين، والمجال مفتوح حتى للشابات لطرح أسئلتهم على سمو الأمير خالد. فأنا أعتقد أنه هذا الفيديو كان يعني قاعد يجهز لظهور الشباب بشكل يعني لن يتوقعوا الحضور، لأنه عندهم فعلا أفكار متميزة وقابلة للتطبيق ويعني شغالين عليها بطريقة تتفوق على كثير من الشباب. جميل، أكيد أفكارهم مميزة، لكن سيد فهد ذكر أنه في بعض الشباب كمان بينقلوا تجارب عالمية إلى المحلية، وهذه يمكن الفكرة العامة من المنتدى أنه هو بيطرح مشكلة أكثر محلية لكن بيستفيد من الخبرة العالمية. هل يوجد أكثر من شاب أو أكثر من فتاة ممن استفادوا من برنامج الابتعاث مثلا لصاحب للملك عبد الله، أو هل حاصلين على شهادات من الخارج؟ هل أنتم حريصين على تواجد هذه الروح العالمية المحلية؟ موجود هناك عدد من الشباب والشابات دارسين في الخارج، لكن مو بس كذا، في يعني شباب سافروا إلى دول في الخارج دراسة للحل اللي يبغوا يطبقوه في المملكة. يعني مثل ما ذكر الأستاذ فهد، في شباب راحوا على البرازيل حتى يشوفوا مناطق العشوائية هناك كيف تم معالجتها، فليس فقط من ناحية أكاديمية ولكن حتى من ناحية عملية هذه الأفكار تم مقارنتها بالبست براكتسز اللي موجودة في الدول الأجنبية، وتم يعني محاولة تكييفها مع الوضع السعودي، وهذا اللي حنشوفه في الجلسة، أفكار عالمية يعني بآلية سعودية. صحيح، راح أرجع لك مرة ثانية أستاذ عبد العزيز. سيد فهد، يعني يمكن حابب ترد على التهمة اللي أنا وجهتها إنه ظهر التقرير خالي من أي عنصر نسائي، ويفترض إنه الجلسة فيها فتيات وفيها شبان، ليش حصل هذا الأمر؟ والله للأسف يمكن يوم ما الإخوان جو صوروا التقرير بس كان في أختين من الشباب كانوا مفروض يتواجدوا معنا، وفي آخر دقيقة صارت لهم ظروف ما قدروا يكونوا معنا، ولكن زي ما ذكر أخويا عبد العزيز نحن دائما فخورين بالعكس بمشاركة الشباب، ونعتبرهم أن هم جزء أساسي من أي عملية تنموية قادمة في المملكة. ما نقدر نتحول للمجتمع المعرفي وإحنا مغيبين نص المجتمع، بالعكس نحن دائما مؤمنين أنه السيدات والشباب هم جزء أساسي من العملية للتحول للإقتصاد والمجتمع المعرفي. طيب، شكرا، انتهى وقت فقرتنا. شكرا سيد فهد أبو النصر الرئيس التنفيذي لمجموعة الأغر، والأستاذ عبد العزيز طرابزوني مدير جلسة الحوار بين الشباب وسمو الأمير، شكرا لوجودكم معنا. شكرا. فاصل قصير مشاهدينا وعودة لاستكمال لقاءاتنا مع ضيوفنا في منتدى جدة الاقتصادي لعام 2013. مزيد من الحوار المباشر بعد الفاصل. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية تابعوا معنا تغطية مباشرة لمنتدى جدة الاقتصادي في الأوقات التالية: السبت من 8 مساء وحتى 10:30 ليلا، الأحد من 1 ظهرا وحتى 6:30 مساء، الاثنين من 1 ظهرا وحتى 6:30 مساء. ما بعد اطلعت عليه، ان شاء الله يكون ناجح. في رايك انه لازم يكون في توعيه اكثر عليه؟ اكيد لازم في توعيه، ولا في اي منشورات ولا اي اعلانات عنه. والله ما اقدر افتيك بشكل كامل لان ما عندي الخلفيه الكامله عنه،
ولكن نقول لعل وعسى يحتاج الموضوع توعية أكثر. محتاج توعية ونتمنى أنه يكون يسهم في حل مشكلة الإسكان. والله مو واضح، أنا حاولت أقرأ فيه، بس بالنسبة لي كمواطن عادي يعني صعب لك تفهم البنود كامله. طبعا دائما التطبيق هو اللي يفهمك الأشياء، يعني أنت دائما الممارسة هي اللي تخليك تستوعب إيش الفكرة فيه، هل هو مفيد لك ولا لا. أنا بالنسبة لي كمواطن أنا ما أفضل أن أنا أكون من البدائيين اللي هم يأخذوا في الهذا، أستنى وأشوف إيش المزايا وإيش العيوب. منتدى جدة الاقتصادي تحت عنوان الإسكان والنمو السكاني يطرح أزمة السكن بالسعودية ومنطقة الخليج من خلال منظور عالمي وبمشاركة كوكبة من أبرز الاقتصاديين والمختصين في العالم، من 16 إلى 18 من مارس الموافق 4 إلى 6 جمادى الأول، فقط وحصرياً على قناة ديوان. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية قناة ديوان، رصد مستمر ومباشر لنشاط الأعمال. أهلا بكم من جديد مشاهدينا مشاهدين قناة ديوان جدة في التغطية المباشرة لمنتدى جدة الاقتصادي لعام 2013. قبل الفاصل استقبلنا في الاستديو ضيفينا الأستاذ عبد العزيز طربزوني مدير جلسة الحوار بين الشباب وبين صاحب السمو الأمير خالد الفيصل، واللي راح نشاهدها مباشرة على قناة ديوان غدا إن شاء الله الساعة 4:30. لكن حلقتنا مستمرة، تغطياتنا المباشرة مستمرة مع ضيوفنا، المنتدى حافل بالجلسات. اليوم كمان سننقل مباشرة جلسة الساعة 4 مساء مع الوزراء 4، وكل الحوارات والنقاشات بالتأكيد تدور حول موضوع الإسكان وحلول لمشاكل الإسكان. كمان بعد قليل سينضم لي في الاستوديو زميلي نايف الضفيري، لكن قبلها رح نشاهد تقرير عن الفرق العمل عن مركز